السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا يا شباب للجزء اللي بيتكلم عن معكوس اقتران الجيب وجيب التمام والظل. طيب ايش يا أستاذ مفهوم معكوس اقتران؟ هلا احنا حكينا عن النساء المثلثية وحكينا عن الاقترانات المثلثية الستة اللي هي الجيب وجيب التمام، ظل، ظل التمام، قاطع وقاطع التمام. تمام يا أستاذي. في كل الأسئلة اللي حكيناها قبل هيك كان بيعطيني الزاوية وبطلب منك إيجاد النسبة المثلثية لهاي الزاوية. حلو. طب شو بيصير لو أعطيتك قيمة النسبة المثلثية وطلبت منك تطلع الزاوية؟ بمعنى إنك بدك تعمل العملية بالعكس، ومن هون أجي اسم معكوس اقتران الجيب وجيب التمام وظل كمان. إذن فكرة معكوس التمام أو معكوس الاقتران إن أعطيك قيمة النسبة المثلثية وإنت تلاقي لي الزاوية. الوضع الطبيعي إن أنا أعطيك الزاوية وإنت تلاقي اقتران المثلثي أو النسبة المثلثية، لكن الآن لا، بدي أعطيك قيمة وإنت شو تسوي؟ تلاقي لي الاقتران أو الزاوية اللي بيحكي عنها. بعض الطلاب اللي استوعبوا فكرة الموضوع اللي هي الزوايا اللي بتنتهي مع بعض اللي حكينا عنها، اللي هي لها نفس ضلع الانتهاء، بالتالي لها نفس الجيب والجيب التمام والظل، راح يقول استاذ طب في مشكلة عندي هون، انت حكيت لي راح تعطيني قيمة مثلا جيب زاوية معينة، مثلا لنفرض جيب زاوية معينة يساوي نص، واحنا بنعرف ان الزاوية 30 جيبها نص و150 جيبها نص. تمام. لكن لاحظ هاي وين؟ ضمن الدورة الواحدة. راح يجي يقول لي طالب طب استاذ ما انا بقدر ازيد على 360 درجة وبرضه جيبها يكون نص، بقدر ازيد 360 مرتين وبرضه يكون جيبها نص، بقدر انقص منها 360 وبرضه جيبها يكون ايش؟ نص. فبالتالي كذلك الامر لل 150. اذا هون عندي عدد لا نهائي من الزوايا اللي جيبها قديش؟ نص. لذلك عشان استخدم معكوس اقتران الجيب او معكوس اقتران جيب التمام او معكوس اقتران ظل لازم اكون محدد مجال معين إلي. تمام. عشان تفهم الموضوع أكثر خلنا أفهمك الموضوع على الرسمة. هاي رسمة اقتران الجيب. حتى الاقتران يكون له اقتران عكسي، يعني أقدر أرجع فيه. طبعا أنت أخذت الاقتران العكسي قبل هيك اللي هو F سالب واحد، هي F المعكوس المعكوس الاقتران اسمه الاقتران العكسي. مر عليك أنت قبل هيك بس أخبر عليك بإكسات، مش جيب وجت وظل وظت وهيك. يعني حتى يكون الاقتران له اقتران عكسي كنا نقول نحكي عنه انه لازم يكون اقتران واحد لواحد. شو يعني اقتران واحد لواحد؟ يعني كل قيمه في الاكس مرتبطه بقيمه واحده فقط في الواي. ليش؟ لانه الاقتران العكسي اذا كان الاقتران بينقلني من اكس لواي، فالاقتران العكسي بينقلني من واي لوين؟ لاكس. بالتالي لازم يكون قيمه بقيمه عشان هاي توديني لهاي وهاي ترجعني لهاي. الاكس توديني لواي، الواي ترجعني لمين؟ لاكس. ما بيصير يكون في قيمتين مرتبطات ببعض او اكثر من قيمه مرتبطه بقيمه واحده. ماشي. لذلك لازم يكون اقتران واحد لواحد. شو يعني اقتران واحد لواحد؟ يعني كل قيمه في اكس مرتبطه فقط بقيمه واحده للواي. وكنا نستخدم شيء اسمه اقتران الخط الافقي حتى نتاكد اذا كان الاقتران واحد لواحد او لا. نرسم خط بالعرض ونشوف هذا الخط كم مره قطع الاقتران. تمام. استخدم لي هذا الاختبار الآن على اقتران الساين اللي هو الجيب. شو بتلاحظ؟ بتلاحظ إنه الاقتران فعلاً بقطع أكثر من نقطة. بالتالي هذا الاقتران ليس واحد لواحد. وبما إنه ليس واحد لواحد إذن ما له اقتران عكسي. كيف يا أستاذ أنت قاعد بتقول لي درس كبير عريض اسمه معكوس جيب؟ يعني له معكوس. طب كيف أنت بتحكي الآن إنه ما له معكوس؟ بس بقول لك ما له معكوس بالوضع الحالي. ركز، ما له معكوس إذا أخذته كاقتران جيب كامل. ما إله معكوس. ليش؟ لأنه إذا فرضت القيمة نص، لاحظ هاي القيمة نص راحت إلى أكثر من جواب. ما بتقدر تعطيني إجابة واحدة، أنت بتعطيني عدد لا نهاية من الأجوبة. قلت لك 30 زائد ناقص 30 زائد ناقص 360 قد ما بدك، و150 زائد ناقص 360 قد ما بدك، كلهم جوابهم بيطلع نص، كل جوابهم الجيب بيطلع نص. طب شو الحل في الحالة هاي؟ الحل إني أحدد المجال اللي أنا بدي إياه، أحدد الفترة اللي أنا بدي إياها، فبأخذ فترة بحيث الخط الأفقي هذا ما يقطعها غير مرة واحدة. طب وين الفترة هاي اللي بيحكي لي عنها؟ لاحظوا إنه الفترة اللي بتيجي من ناقص باي على 2
لغاية الباي على اثنين بتحقق الشرط المطلوب. هي من ناقص باي على اثنين، هي المنطقة ناقص باي على اثنين، هاي سالب باي على اثنين، وهاي المنطقة اللي هي عبارة عن باي على اثنين. هذا الجزء المرسوم لو جيت استخدمت الخط الأفقي، اختبار الخط الأفقي، قد ما بدك راح يقطع مرة واحدة فقط. فبالتالي شو قال لك؟ قال لك أنا لو اقتصر مجال اقتران الجيب على الفترة من سالب باي على اثنين لباي على اثنين راح يصبح اقتران إيش؟ واحد لواحد. وبما أنه أصبح اقتران واحد لواحد، إذا يمكن إيجاد اقتران عكسي. بس الله يعطيك العافية. إذا مرة ثانية، عشان يكون له اقتران عكسي لازم يكون اقتران واحد لواحد. شو يعني اقتران واحد لواحد؟ يعني كل قيمة بالإكس مرتبطة بقيمة واحدة في الواي، بحيث أن الإكس توديك للواي، الواي ترجعك لمين؟ للإكس. طيب الجيب بالوضع الطبيعي ما بيحقق لي هذا الشرط. ليش؟ لو جيت استخدمت اختبار الخط الأفقي راح تلاحظ هاي تقاطع هاي تقاطع هاي تقاطع هاي تقاطع هاي تقاطع، ما بيحقق لي الإيش؟ اختبار الخط الأفقي. طب شو الحل؟ قلنا الحل في الحالة هاي إني أستخدم جزء معين فقط منه. من وين؟ من سالب باي على اثنين لغاية باي على اثنين. إذا ما أخلي مجاله مفتوح، لا، أخلي مجاله محدود من كم لكم؟ من ناقص باي على اثنين لباي على اثنين. هاي الفكرة اللي كان بيحكي فيها واللي سمحت لي بإيجاد الاقتران العكس. إذا هذا الجزء اللي أنا بدي إياه الآن، هاي هذا الجزء اللي أنا بدي إياه، من ناقص باي على اثنين، هيو هاي سالب باي، هاي سالب باي على اثنين، من هذا الجزء لهذا الجزء، هاي من سالب باي على اثنين لغاية الباي على اثنين. هيك الاقتران لو طبقت اقتران الخط الأفقي راح يقطع مرة واحدة، فبالتالي راح يصير عندي اقتران واحد لواحد. إذا هذا السبب، بسبب هاي الموضوع عملنا عملية إيش؟ ريستريكشن، أو حطينا شروط على مين؟ على المجال. إذا هاي الاقتران الجزء اللي أنا بدي إياه، هذا هو الاقتران العكسي جاي من هون، خلينا نستخدم الخط الأحمر زي ما فاهمين، من ناقص باي على اثنين وممتد لحد الباي على كم؟ على اثنين. هذا هو الاقتران الإيش؟ العكسي. طيب أجوا رسموا معه الاقتران الأصلي هون، اقتران الساين، فلاحظوا إن الشكل جاي زي هيك، هذا اقتران الساين وهذا اقتران معكوس الساين. تمام تمام. لاحظ أحد العلماء إنه لو رسمنا الاقتران الخط اللي هو y يساوي x بالنص بينهم، فراح يعمل زي المرآة، يعني راح يكون زي المراية، كل نقطة من الساين ومعكوسها راح تنعكس تماما عبر هذا الخط. فبالتالي نقدر نعتبر إنه الاقتران أو الخط y يساوي x هو زي المرآة لمين؟ لاقتران المعكوس واقتران الايش؟ الساين. يعني مثلا هاي رسمة اقتران الايش؟ الساين. تمام؟ فبتيجي انت شو بتعمل؟ بتيجي ترسم اقتران y يساوي x زي هيك، وبتعكس الاقتران، كل نقطة بتقلبها بالجهة الايش؟ الثانية، فبيطلع معك الاقتران اللي هو الرسمة المطلوبة منك. اذا بستخدم الاقتران y يساوي x، خلينا نكبر عشان نشوفها اكثر. هاي الاقتران الخط اللون الأخضر هذا عبارة عن y يساوي x، وهو بيعمل زي المراية. لاحظ إنه كل نقطة موجودة على الاقتران العكسي موجود لها نقطة مقابلة على الاقتران الأصلي. لو أخذنا هاي النقطة هي موجودة هون، لو أخذنا هاي النقطة هي موجودة هون، لاحظ هاي النقطة مشتركة بين الاثنين. بعدين لو أخذنا هاي النقطة هي موجودة هون، لو أخذنا هاي النقطة هي موجودة هون، لو أخذنا هاي النقطة هي موجودة هون، وكلهم بينعكسوا عبر مين؟ عبر الاقتران y يساوي x. إذا y يساوي x شغال زي المرآة. تمام؟ إذا شغال بالنسبة لهم زي الإيش؟ زي المراية، زي المراية موجود في النص، زي المراية بين مين ومين؟ بين الاقتران اللي هو عبارة عن sin x. تمام؟ هذا الاقتران الأصلي، والاقتران العكسي تبعه اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن sin inverse of إيش؟ of x، معكوس الاقتران الساين الجيب. تمام؟ إذا هاي الفكرة لو أجتك من خلال الرسم بتقدر تحل بهاي الطريقة، ترسم اقتران أو خط y يساوي x، وتعكس كل نقطة جاية فوق الخط بتوديها تحت الخط، واللي تحت الخط بتوديها وين؟ فوق الخط، وبترسم الاقتران الجديد. إذا هاي طريقة رسم الاقتران الإيش؟ العكسي.
إذا حدا سألك عن الاقتران العكسي فبيتم رسمه بهاي الطريقة. طيب أستاذ، اللي طبقناه على الجيب هل ممكن نطبقه على جيب التمام والظل؟ أكيد أكيد، ما في أي مشكلة. فمثلا إذا كان اقتران الجيب اضطرينا أن احنا نحدد القيم الموجودة عندي، الواي بين السالب باي على 2 وباي على 2، والإكس بين السالب 1 والكم والواحد. هذا الحكي لمين؟ لمين؟ لساين واي يساوي إكس، يعني باعتبار الساين الاقتران الإيش؟ العكسي اللي موجود عندي. أنا بقدر أخذ القيم من سالب 1 لواحد، لأنه أصلاً قيم الساين أقل قيمة إلى سالب 1 وأكبر قيمة إلها 1. والجواب اللي راح يطلع عندي راح يكون عندي من سالب باي على 2 لغاية باي على كم؟ على 2. إذا أصبح المجال اللي عندي للاقتران العكسي من سالب 1 لواحد، والمدى الجواب اللي بيطلع معي من سالب باي على 2 لباي على 2. وهي رسمة الاقتران العكسي للجيب، ببلش من هون بيطلع بهذا الشكل وبيطلع لوين؟ لغاية هاي النقطة. أقل نقطة فيه اللي هي عبارة عن سالب 1 وسالب باي على 2، أعلى نقطة فيه اللي هي 1 وباي على 2. تمام؟ تمام. إذا هاي مهمة جدا تحفظ إنه مجال الاقتران الساين إنفرس جاي بين السالب 1 والكم والواحد. طيب لو جيت أعطيك قيمة إكس أكبر من 1، يعني مثلا سألتك إيش ساين إنفرس للأربعة؟ هل الأربعة جاي من ضمن السالب 1 للواحد؟ بتقولي لا يا أستاذ، إذا في الحالة هاي راح يكون غير معرف. إذا في الحالة هاي راح يكون غير معرف، ليش؟ لأنه الأربعة ما بتنتمي للفترة من كم؟ من سالب 1 لكم؟ لواحد. إذا لازم ألتزم بهاي الموضوع أو هذا المجال الموجود عندي. هذا مجال الاقتران العكسي من سالب 1 لواحد، وهذا المدى تبعه الجواب تبعه من سالب باي على 2 لباي على 2. طيب بالنسبة لجيب التمام، جيب التمام بنفس الطريقة. لاحظوا أنه عشان تطلع معك الرسمة صح لازم تأخذ الفترة من صفر لباي، مش من سالب باي على 2 لباي على 2، لا، المرة هاي بدك تأخذ من صفر لكم؟ لباي، عشان الكوساين يطلع له اقتران عكسي. فبالتالي لاحظ انه المجال للاقتران الاصلي الكوساين اكس الاصلي واي يساوي كوساين اكس. ايش المجال اللي انا مضطر اخذه؟ انا مضطر اخذ من صفر لباي. تمام؟ طيب ايش المدى اللي بيطلع عندي؟ المدى عندي من سالب 1 لواحد الكوساين. لاحظ انه المجال للاقتران العكسي هو المدى للاقتران، لاحظ المجال عفوا للاقتران الاصلي هو المدى للاقتران العكسي، والمدى للاقتران الاصلي اصبح هو المجال للاقتران كوساين. فالكوساين نفس مجال الساين من سالب 1 لواحد، لكن المدى يختلف عن الساين. الساين من سالب باي على 2 لباي على 2، بينما المدى للكوساين من صفر لكم؟ لباي. رسمته بتيجي كالتالي، من سالب 1 وباي أعلى جواب، بعدين بيظلوا ينزل لحد قيمة 1 وصفر، هي هاي أقل قيمة لمين؟ للكوساين. بالتالي نفس السؤال، لو أجا وسألك قال لك كوساين إنفرس للثلاث أو للسالب 3 بيصير؟ بتقول له هذا حكي ما بيصيرش. ليش؟ لأنه السالب 3 لا تنتمي للكم من سالب 1 لواحد. أقل قيمة للكوساين هي سالب 1 وأعلى قيمة هي الواحد، بالتالي ما بصير أتجاوز هاي القيمة، لازم أظني ملتزم داخل الجواب. السالب 1 راح يكون صفر، السالب 1 عفوا باي، هي سالب 1 مع باي، والواحد راح يعطيني اللي هو عبارة عن الصفر، هي الجواب أمامك. تمام. طيب شو بالنسبة للظل؟ قالك الظل، لا الظل مختلف. المجال اللي بدي أخذه أنا للظل من سالب باي على 2 لباي على 2 زي الساين، بس بشرط شو يكون؟ بكون الفترات مفتوحة. طب ليش الفترات مش مغلقة زي الساين؟ قالك الساين معرف عند السالب باي على 2 وباي على 2، بينما التان راح يكون غير معرف عند الباي على 2 وسالب باي على 2، لأنه الجواب يا إما 1 على 0 يا إما سالب 1 على 0، بالتالي راح يكون غير معرف. فابعد لي عن السالب باي على 2 للباي على 2. إذا نخلي الفترات شو مالهن؟ مفتوح. إذا لما أجي أحكي عن الاقتران الأصلي تان إكس شو راح يكون المجال؟ قال لك المجال راح أضطر أخذ من سالب باي على 2 لغاية باي على 2 عشان يحقق لي شرط إنه يكون 1 لواحد، وانتبه إن الفترات مفتوحة. لاحظ إنه المجال للاقتران الأصلي أصبح مدى للاقتران العكسي، يعني العكس. طيب المدى، المدى بالنسبة لهاي في الوضع الطبيعي التان ما إله مدى، يعني من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية، لأنه أصلاً التان بيجي زي هيك، يعني مستمر مفتوح للفوق
مكمل الى ما لا نهايه ولا سالب ما لا نهايه. اذا لاحظ انه المدى للاقتران الاصلي اصبح مجال للاقتران العكسي، فالتان المجال مفتوح. باجي بقدر اقول لك تان انفرس للسالب 5 ما في مشكله، بعكس الساين والكوساين. الساين والكوساين بيجبروك انك تكون بين السالب 1 وال1، بينما التان ما في مشكله، بيقبل ان تطلع عن السالب 1 لل1. طيب هاي الحال هاي مقبول الجواب. طيب الجواب المدى وين راح يطلع لي؟ راح يطلع لي من سالب باي على 2 لغايه باي على 2، وهي رسمه التان. لاحظ انه مستمر بهذا الشكل، مكمل من الايش؟ من الطرفين الى المالا نهايه. تمام؟ هاي تفسير بسيط لمعكوس الاقتران. تمام. اذا لاحظ هون بيقول لك الان يمكن ايجاد قيمه اقتران عكسي عند نقطه بحيث تعكس قاعده الاقتران. فمثلا ساين ان احنا نعرف انه ساين الباي على 2 قديش؟ 1. ساين ال 90 قديش؟ 1. معناته ساين انفرس للواحد قديش؟ 90. تمام؟ هاي بيعطيك مثال عن الموضوع. طيب ساين انفرس للنص، انت شو بتحكي؟ بتقول اصلا انا بدي الزاويه، يعني هيك باعتبار بدي الزاويه اللي الساين تبعها عباره عن قديش؟ عباره عن نص. تمام؟ تمام. وين الفتره اختارها؟ الجواب لازم يكون عندي من سالب باي على 2 لباي على 2. فباجي بستخدم الساين انفرس. كم الزاويه اللي الساين تبعها نص؟ انا بعرف انه الزاويه هي عباره عن 30 درجه، او باي على كم؟ على 6. بما انه من سالب باي 2 لباي 2 خلينا نستخدم الايش؟ الراديان. هيقول لي طب استاذ بدايه الحصه قلت لي ال 150 كمان الساين تبعها نص، صح؟ كلامك صحيح، لكن ال 150 خارج الايش؟ مجال الاقتران العكسي، فبالتالي ما بقدر استخدمها. تمام؟ اذا الجواب راح يضل عندي قديش؟ باي على 6. طبعا تقدر ايجاد هاي الشغلات باستخدام الاله الحاسبه. الاله الحاسبه اذا فيها ساين وبدك تكتب ساين انفرس فبس تضغط شيفت مع مين؟ مع ساين. كبس اسمه شيفت مع ساين بيعطيك ساين انفرس، وبعدين بتحط الجواب اللي بدك اياه اللي هو قديش هون في الحاله هاي؟ نص. لاحظ راح يعطيك الجواب من سالب باي على 2 لباي على 2 لواحد. تمام. كوساين انفرس لجذر 3 على 2، يعني باعتبار قاعد بيسالك شو هي الزاويه؟ ها؟ شو هي الزاويه اللي الجواب تبعها جذر 3 على 2؟ تمام؟ بذكرك بالجدول اللي قلت لك احفظه امبارح. تمام؟ في جدول علمتك اياه بتقدر تطلع منه الساين والكوساين والتان. تمام؟ لمين؟ للزوايا اللي هم 30 و45 و60. هاي هون ساين ثيتا كوساين ثيتا، وهون عندي تان ثيتا. الزوايا المطلوبة عندك الشهيرة اللي هي عبارة عن 30 درجة، 45 درجة، و60 درجة. لاحظ انه ال 30 اهلا انت أهلاً كيف بتيجي من غير ما تسلم علي؟ اهلا والله دخلت عليك بس كنت قاعد تشرح. اعمل في نفس الحركة. طيب كنت حتى دخلت عليك قاعد بتقول ضرب وما ضرب، قلت لك بدي افوت اقول لك لعبت. انا سامعك ساين وكوساين. الله يعطيك العافية يا رب. استاذ فراس طبعا تحياتي حلوين من عن التعريف ملك الكيمياء حبيبي. الله يرضى عليك. الله انت كيف تيجي من غير ما تحكي لي؟ والله دخلت عليك بس قاعد بتصور، شفتك مندمج وحبيت اقطعها من افكارك. انا جد قطعت عمل افكارك. وين المقص؟ ايوه بيلون وقطع. مقص بيلوني بدي اغيره خلاص بدي احط سيف. معلم ساين جيب. ايوه صح. عين عليك. العب يا سيدي. شو جيب؟ جتا جيب. ايوه اللي هو جيب. تمام يا عين عليك مظبوط. جتا صح. والتان والتان الظل. يا عين عليك يسعد دينك. ودايما لديكم لا خوف عليكم. سلام يا حلوين. الله يعطيك العافية يا رب. الله يقويك. تمام. إذا يا شباب طبعا أستاذ فراس غني عن التعريف، أنصح بشدة طلاب العلم بمتابعته كيمياء. طيب عندك ساين كوساين تان 30 45 60. ال 30 هي نفسها باي على 6، ال 45 هي نفسها باي على 4، ال 60 هي نفسها باي على كم؟ على 3. تمام؟ شو قلت لك امبارح؟ طبعا كله على 2 على 2 على 2، وهون على 2 على 2 على 2. قلت لك بلش 1 2 3. في الكوساين اعكسها 3 2 1. جذر الواحد ما له داعي. جذر الاثنين، جذر الثلاث. جذر الثلاث، جذر الاثنين، الواحد ما له داعي. طب التان اقسم. نص على جذر الثلاث 2، 2 مع 2 بتروح بضل عندي 1 على جذر الثلاث. طيب جذر 2 جذر 2 على 2 وجذر 2 على 2 لما تقسمه راح يطلع الجواب 1. طيب تان ال 60 جذر الثلاث على 1 اللي هي جذر الثلاث لانه الاثنين راح تروح مع الاثنين. انا شو بدي؟
بدي كوساين جذر 3/2. وين في كوساين جذر 3/2؟ هاي قديش؟ 30. اللي هي نفسها قديش؟ باي على 6. فباجي بقول له انه الكوساين انفرس لجذر 3/2 هي عبارة عن كم؟ باي على 6. ولاحظ انه الباي على 6 تنتمي للفترة تاعت الكوساين المسموحة إلي، اللي هي من صفر لقديش؟ لباي. تمام؟ فبالتالي إجابتي راح تكون صحيحة 100%. هذا الجدول راح يساعدك كثير في معكوس الاقتران، لذلك مهم جدا انك تتقنه. كيف تصمم الجدول امامك؟ 30 45 60 ساين كوساين تان 1 2 3 3 2 1 جذر للجميع واقسم على 2. التان تقسم بس الساين على مين؟ على الكوساين، بيطلع معك مباشرة. تمام، اذا الان خلصنا الفكرة هاي. بدي تان انفرس للواحد، هاي التان انفرس، هاي التان، وين الواحد؟ هاي الواحد. قديش؟ 45 درجة، اللي هي نفسها باي على 4. فباجي بحكي له تان انفرس للواحد هو عبارة عن كم؟ باي على 4. هل الباي على 4 تنتمي للفترة تاعت التان؟ نعم، الفترة هي من سالب باي على 2 لباي على 2، لكنها ايش؟ فترات مفتوحة. حلو، ارجع لي هون. أوجد قيمة كل مما يأتي. ساين إنفرس واحد على جذر الاثنين. طبعا يا شباب، واحد على جذر الاثنين هي نفسها جذر الاثنين على اثنين، عشان ما تحس بالفرق، هي نفس الفكرة، نفس هاي نفس القيمة هاي. فبالتالي برجع على الساين وبشوف وين في عندي جذر اثنين على اثنين، هي عبارة عن قديش؟ 45. إذا باي على 4، إذا هون الجواب في الحالة هاي يساوي قديش؟ باي على 4. طلع الجدول قديش ساعدني. طيب كوساين الصفر، وين في عندي كوساين للصفر؟ برجع وبذكرك بدائرة الوحدة. دائرة الوحدة عندي هون واحد وصفر، وهون سالب واحد وصفر. هون عندي صفر وواحد، هون عندي صفر وسالب واحد. احنا حافظين وعارفين انه اول قيمة للكوساين وثاني قيمة لمين؟ للساين. كوساين الصفر يعني بدي قيمة اكس صفر، وين موجود عندي؟ هاي واحدة وهاي واحدة. هاي 3 باي على 2، لاحظ خارج كل التخطيط، فما بدي اياها، فبستعمل مين؟ الباي على كم؟ على 2. طيب هل مسموح لي الكوساين يطلع لي باي على 2؟ نعم، هي من صفر لباي. اذا الجواب هون عندي قديش؟ باي على 2. الكوساين تبعها قديش بتعطيني؟ صفر. اذا كوساين انفرس للصفر هو باي على 2. اذا يا بستخدم الجدول يا بستخدم دائرة الوحدة لمين؟ للزوايا الربعية. متذكر الزوايا الربعية؟ الزوايا الربعية هاي أول قيمة للكوساين، ثاني قيمة للساين، وهي الزاوية، الزاوية صفر، الكوساين واحد، الساين صفر، الزاوية 90، الكوساين صفر، الساين واحد، الزاوية 180، الكوساين نيجاتيف 1، سالب واحد، والساين صفر، والزاوية 270، الكوساين صفر، والساين ناقص واحد، نرجع ل 360، 450 وهكذا، أو بالسوالب، مهمة جدا دائرة الإيش؟ الوحدة. تان انفرس لناقص واحد على جذر الثلاث. نرجع ونشوف التان. التان متى بكون واحد على جذر الثلاث؟ عندي الثلاثين، لكن انا بدي اياها تكون سالبة. طيب برجع وبفكر، التان شو مسموح لي؟ التان مسموح لك من سالب 90، يعني سالب باي على 2 لباي على 2، الطرفين مفتوحات. طيب اذا كانت واحد على جذر الثلاث فهي 30. طيب متى بتكون سالب؟ نرجع ونتذكر اللي اعطيتك اياها، قلت لك all students take calculus. انا مسموح لي هون اتحرك التان، هاي الجزء هذا مسموح لي وهذا مسموح لي، هذا لا وهذا لا. ليش؟ لانه قلنا التان انفرس من سالب باي على 2 هيها لغايه قديش؟ لغايه باي على 2. طيب هذا الربع التان بكون فيه موجب، انا شو بدي اياه؟ بدي اياه سالب. اذا انا اضطريت استخدم اي جزء؟ هذا، يعني الجواب سالب 30. تان انفرس للسالب 1 على جذر الثلاث. هلا 1 على جذر الثلاث من الجدول هيها عبارة عن 30 باي على 6، لكن لأنها أصبحت سالب 1 على 3 هو أعطاني إياها، فالجواب راح يكون عندي سالب باي على 6. ولاحظ أنه سالب باي على 6 ينتمي للفترة المطلوبة مني. تمام؟ هاي الأشياء مهمة جدا، دائرة الوحدة مهمة جدا 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 تكون حافظها. تتكلم عن إحداثيات X و Y، الـ X بيمثل لي الكوساين والـ Y بيمثل لي الساين، بالإضافة لهذا الجدول مهم جدا أنك أنت تتقن. إذا أتقنت هذول الجزئين فأنت بتكون سيطرت على فكرة اقتران المعكوس أو معكوس الاقتران. تمام يا شباب؟
هيك بكون بإذن الله تعالى أنهينا الفكرة هاي بانتظار الفكرة الأخيرة من الدرس اللي هو عبارة عن مثال 8. تمام؟ انتقل معي للفيديو التالي عشان تفهموا بإذن الله تعالى. بانتظار.